أصدقائي ورجعنا لكم تاني في الفقرة التانية من البرنامج كل الناس نيوز، ومن تونس رجعنا تاني لمصر من مع خبيرة التجميل نرمين رفلة. أهلا وسهلا. أهلا بيك نرمين. بقى النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن حاجات مختلفة، عايزين نتكلم على حاجات نقولها للناس اللي بيشوفونا النهاردة علشان الناس اللي بتحضر نفسها وعايزة تخرج، وكمان الناس إزاي تحافظ على شعرها. أوكي. طيب نرمين هناخد مؤمن نسمع منه حاجة عشان كان مجهزينها بين الفاصل. سمعتيني في البرة الفاصل؟ أكيد. جميل جميل, جميل. مؤمن هتسمعني إيه؟ ممكن نقول أغنية حبيبي عنايا للأستاذ محمد فضل. يلا دلوقتي العشر أسئلة. أنا هقول سؤالين، نرمين هتقول ثلاثة، وعبير هتقول الخمس أسئلة، وهنقولهم تاني بس نركز مع بعض في الأسئلة. أول سؤال قلناه أين توجد السبع سوائي؟ السؤال التاني قلناه أين يوجد معبد أبو سمبل؟ الطائرة المجنونة بتاعتنا هتروح عند نرمين وهتقول لنا السؤال الثالث والرابع والخامس. السؤال التالت بيقول ايه؟ اشهر المعالم بمحافظه سوهاج. تاني؟ عايزين نعرف اشهر المعالم في محافظه سوهاج. تمام. في اي محافظه توجد مرسى علم؟ ده سؤال سهل. ده سؤال سهل. في اي محافظه توجد مرسى علم؟ اين يوجد معبد حتحور؟ سؤال تاني، رقم كام ده؟ ده الخامس. الخامس نقوله تاني. اين يوجد معبد حتحور؟ ننتقل بقى من السؤال الخامس، الطياره بتاعتنا المجنونه هتروح عند عبير وتقول لنا السؤال السادس. أين توجد أعلى قمة جبلية في مصر؟ إيه اسمها؟ يعني هي فين واسمها إيه؟ طب ما نسأل السؤال نخليها بس اسمها إيه؟ أنا خلاص أجاوبها لهم أصلاً، تعرف إن قلبي طيب. السؤال الثاني أو السابع، من عجائب الدنيا السبع القديمة يوجد عجيبة في مصر، إيه هي؟ إيه هي؟ وفي محافظة إيه؟ شفت أنت بقى. السؤال الثاني مدينة. السؤال رقم كام؟ 8 كده. 8. مدينة سياحية بتسمى مدينة السلام، ايه هي المدينة دي؟ مدينة سياحية يطلق عليها وتسمى مدينة السلام. مشهورة جدا. السؤال الثاني، واحة جديدة من الواحات الساحرة تتبع محافظة مطروح اداريا، ايه هي؟ اسمها ايه؟ واحة جديدة من الواحات الساحرة تتبع محافظة مطروح اداريا. إيه اول حرف منها سين. اكمل؟ لا اكمل السؤال ولا اجابة؟ السؤال الأخير، أين يوجد معبد الدير البحري؟ معبد الدير البحري. بصوا هنقول الأسئلة تاني،
بس اللي جمع كل الاسئله هيجاوب عليها ويبعتها لنا على الميل اللي قدامنا. كمان شويه بعد ما نسمع نرمين هتقول لنا الاسئله العشره كلهم. نرجع بقى معاكي ونقول ازاي اول سؤال اعالج شعري ازاي؟ ايه معالجات الشعر الطبيعيه؟ في معالجات طبيعيه دي بنلجأ لها في البيت، ممكن نعمل حاجات عسل وزيت زيتون وحاجات بسيطه جدا ممكن نحطها على بعض، ممكن نعيدها مثلا قبل غسيل شعري بساعتين. معلش الوصفه تاني. نحط ممكن عسل ابيض وزيت زيتون، دي قد ايه بقى الكميه ولا طبعا حسب كميه حسب طبيعه الشعر، لو شعر تقيل او خفيف دي حاجات. بس انا بلاقي في حاجات كتير على اليوتيوب في المعالجات الطبيعيه، فانا بتكلم على الصالون عندي. ممكن الجأ بقى لحاجات تاني، في حاجات باخدها كسيشن بتعمل مثلا كل 15 يوم جلسه معينه بمنتج معين من عندي في الصالون، ده بيبقى حاجات مغذيه مرطبه حسب نوع الشعر. يعني في شعر مقصف بيحتاج كريمات معينه بتحط تحت بخار او تحت في مسدس كده اسمه نانو تريتمنت، حسب النوع التريتمنت اللي انا هستعمله لها وحسب حاله شعرها وبتعالج ازاي. طب انا لو انا قلت ان انا قاعده في البيت ومش هنزل بس عايزه اعتني بشعري. طيب قبل ما نجاوب على السؤال ده معانا الو. ايوه الاستاذه نجلاء عبد البر رئيس شبكه الشباب والرياضه، الشباب والرياضه كلها منوره معانا يا فندم. الله يخليك يا رب، انتوا اللي منورين بالصحه والجمال اللي انتوا بتخلوا المشاهد فعلا يشعر بده والمستمع. استاذه نجلاء انا شخصيا انا محمد هاشم بشكرك جدا على اعاده برنامج نادي المواهب الشابة أو المواهب الشابة، على دين حضرتك ابتدى وعلى دين حضرتك رجع تاني. أنا عايزة أقول لك حاجة. أنا معاك. مواهب شابة دي خليني أشكرك أنت. شكرا. لأن أنا دايما بقول الإذاعة بتحتاج أفكار، فكرة، المذيع فكرة، المعد فكرة، المخرج فكرة. إن لما تكن لدينا أفكار جديدة فعلا مش هنتقدم. فانت لما تحيي فكره كانت موجوده وليها شعبيه ومستمره ويكون عندك الدافع والحماس ان انت تتولى المواهب الشابه، انت بتخدمني وبتخدم المستمع، فانا اللي اشكرك مش انت اللي تشكرني. انا عايز اشكر حضرتك كمان، لان في حضرتك لما ابتديتوا البرنامج انا كنت معاكم موهبه. موهبه شابه. فانا سعيد. عايز اقول بس بدايه البرنامج الزميله ابتسام الصياد ثم انا والزميل احمد حسن واستمرينا سنين طويله، وبعد كده جم طبعا مدام نجوى ابو النجا العملاقه وقدمت المواهب على الهوا ومدام اسامه سيد، فالحقيقه دي سلسله كلنا بنسلم بعض. والاستاذه هبه الشرقاوي دلوقتي بس جايه لك بقى من اعاد إيه؟ اولا التعامل مع المواهب صعب جدا يا استاذ محمد. تمام يا فندم. ومش اي حد موهبه، وكان بيجي لنا اعداد كبيره جدا، والموضوع الفرز ويعني اعلان ان ده الافضل من ده كان مجهود شاق جدا. لما انت تيجي النهارده انت وهبه الشرقاوي وتتحملوا المسؤوليه دي، يعني اقول لكم شكرا وشكرا وشكرا. استاذه نجلاء احنا محضرين للمواهب اللي موجوده اللي حضرتك سمعتيها وتتمنيها ان شاء الله. الموج الصغير احنا بقول لحضرتك هنا على الهوا بيحضر لهم اغنيه ان شاء الله تعجب حضرتك وتعجب كل المواهب. وعندنا النهارده كمان في الحلقه ضيف مؤمن موهبه من مواهب نادي المواهب الشابه، النهارده متالق في الحلقه وبيغني غنى قديم حلو قوي ان شاء الله حضرتك تسمعيه. كنت عايز اسال حضرتك الاول، كل سنه وحضرتك طيبه وسنه جديده سعيده. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه. وانت طيبه يا حبيبتي. ومبروك على البرنامج. انا مش عارفه طبعا اتكلم عشان محمد طبعا يعني هو اللي بيتكلم ومتمكن على طول كده. ربنا يخليكي ومبروك رجعت البرنامج. عايز اسال حضرتك تقولي لمين حضرتك كل سنه وانت طيب؟ اقول لمين ايه؟ كل سنه وانت طيب بالسنه الجديده. يا خبر ابيض، عايزه اقول كل سنه وانتوا طيبين، انتوا اولا لان انتوا اللي معايا دلوقتي وحضرتك طيبه، كل حبايبي في اذاعه الشباب والرياضه اللي هم منورين الاذاعه ومخلينا في اعلى مكانه، دول اهم حاجه عندي. رؤسائي الحاليين استاذ محمد نوار واستاذ ولاء عسكر واستاذ امل مسعود وكل رؤسائي والرؤساء السابقين،
ناديه مبروك ومنى المنياوي واسامه سيد وسهير الباشا، كلهم بقول لهم وحبايبي واصدقائي الشخصيين دكتوره نائله عماره والمخرجه العظيمه ساميه سويلم، انا كلهم بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. واحنا بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه. تعزينا طبعا الاستاذه تعزينا الاستاذه معانا يا فندم. لسه كنا عايزين نسال حضرتك عن استعداد اذاعه شباب الرياضه لكاس كاس العالم في بطوله اليد. الو اصدقائي، ان شاء الله بشكر جدا استاذه نجلاء عبد البر على انها اتاحت لينا فرصه النهارده واتاحت لكل الجمهور الجميل انها تقول لكل الناس كل سنه وانت طيبه. اذاعه شباب رياضه من الاذاعات قديمه جدا اللي دايما كلنا بنتابعها اللي ليها مستمعينها. استاذ نجلاء عبد البر عامله مجهود رائع جدا 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 وبترعى كل الافكار الجيده، بتمنى لها كل السعاده وكل الصحه ونرجع تاني ونرمين معالجات الشعر. معالجات الشعر نكمل بقى السؤال. نسيت السؤال؟ لا خالص. لا انا اقول لك تاني، انا واحده دلوقتي عايزه اقعد في البيت ما انزلش من البيت وعايزه اعمل علاج لشعري حاجات طبيعيه. نهتم بيه، احنا قلنا ده اول حاجه غير ان احنا نعالجه هنهتم بيه. نهتم بيه ازاي؟ في الصيف كنا نغسله مره في الاسبوع مثلا، في الشتاء نحاول بالكتير مره برضو ما نزودش، الصيف ممكن نخليها مرتين، في الشتاء نخليها مره واحده كفايه جدا. ان احنا دي بنحافظ عليها لوحدها، يعني دي حاجه تحافظ عليه. دي هو شعرنا نفسه بيفرز دهون وبيفرز حاجات بيتغذى منها، فاحنا لما بنغسله كتير بيفقد كتير من الدهون دي والزيوت دي الطبيعيه اصلا للشعر، فلما بنحافظ عليه ما نغسلوش، ده كده بنحافظ عليه. كل فتره ممكن حتى لو مش هتروحي الصالون ممكن تاخدي الاطراف بتاعته بس كده حاجة بسيطة كل 15 يوم، دي برضو من الحاجات اللي بتحافظ على الشعر. أما نيجي نغسله برضو ما نكونش مثلا هو متشابك ونروح غسلينه على طول، نحاول نسرحه الأول ونغسله، ما نغسلوش برضو ما نجهدش الفروة الراس في الغسيل، بنغسل الشعرية مش بنغسل الفروة. هو كتير ناس عارفة المعلومات دي وأنا قلتها قبل كده كتير بس في ناس بتستفاد منها فعلا، لأن أنا بحس إن الناس كلها عارفاها وفي ناس لما بتيجي تسمعها بتبقى جديدة بالنسبة لها. طيب أنا عايز أسألك سؤال مهم، دايما لما بنيجي نقول هنستخدم كريمات هنستخدم كده ما بنقولش اسامي. والناس الناس العاديين بيبقوا عايزين اسامي علشان عندهم منتجات كتير ومش عارفين اصح، وانت اكتر بتبقي موجوده وبتتعاملي مع كل فعارفه الاجود اللي ممكن تفيد فعلا مش اللي موجوده في السوق وبس. انا طبعا مش هنقول برضو اسامي، لا بس قولي اسامي. نقول اسامي نقول اسامي لان الناس عايزه تشتري، الناس عايزه تعرف الافضل. في عندي منتجات كتير، يعني انا بستعمل لوريال وبستعمل تشيو وبستعمل. يعني تنصحي البنت والست اللي بتستعمل عشان تحافظ على شعرها، انا حتى لو ما قلتلهاش اسم منتج معين تستعمله، تستعمل حاجه تناسب لشعرها. يعني في شعر جاف. طب اعرف نوع شعري ازاي؟ نوع الشعر في ثلاث انواع طبعا، في جاف وفي دهني وفي عادي. الدهني دايما بتلاقيه فيه لمعه مش صحيه، تلاقيه زي فيه دهون كتير لمعته مش صحيه، بتلاقيه ملزق، بتلاقيه بيعمل قشره، بيقع كتير، ده دهني. يعني ده بحاول استعمل له حاجه تخليه مش الدهني عشان يبقى له وصفه معينه. لا مش وصفه، باخد له شامبو يناسبه للشعر الدهني. تمام. والكونديشن يناسبه، واحاول حتى لو انا احط كونديشن او كريمات بحط في الاطراف حاجه بسيطه، لان هو عموما كده بيفرز دهون كتير. الشعر العادي بتبقى لمعته طبيعيه وتبقى ملمسه كويس وما فيهوش تقصيف، بيبقى كويس طبيعي العادي. برضو بستعمل له الشامبو اللي هو مناسب لي. اعرف برضو الشعر الجاف ازاي؟ بتبقى دايما هايش وفي تجعيده ومقصف كتير. تمام. ده بيحتاج اعتناء اكبر. ده ممكن بقى بنعمل له التريتمنت الدائم اللي هو بما يسمى، بيسموه مسميات كتير انا ماليش دعوه، عشان في تقولي انا اعمل تريتمنت دائم تقولي انت هتعملي لي بروتين او انت هتعملي لي كرياتين. هو ده اصعب حاجه على الشعر البروتين. عايزه اقول بقى حاجه برضو انا قلتها قبل كده، دي مش اكتر من مسميات. الشركات بتسمي كرياتين بروتين اريجان بوتكس فيلر، كل ده مسميات. انا اهم حاجه اروح لحد متخصص
عارف ازاي هيتعامل مع شعري، عارف هيعمل لي ايه المنتج المناسب لشعري. تمام. مش مهم اسمه ايه. وده طيب. اهم حاجه ما يكونش برضو في ريحه، ما يكونش فيه فورمالين، ما يقصرش، ما يوقعش، لان ممكن يكون شعرتي هيشه ومجهده ومجعده مجرد ما اعمله برضو يزيد التقصير. لا، ممكن يفرد جدا لدرجه ان هو يأذي. تمام. يعني مش شرط يكون بيفرد، يعني يبقى الشعر بتاعي ضعيف ومش مستحمله بالظبط. اه الاهم حاجه يبقى هيلسي سوري ويكون طبيعي وما ياثرش عليه في على المدى البعيد. ناخد على متحضر نفسك بقى على العام الجاي. استاذ اسامه الكمان حاله من العزف وحاله من الروقان يعني. طبعا. وآله من الالات اللي دايما بيطلق عليها الاله الحزينه زي الناي كده، يعني انه هي والناي بحس ان هم واخدين الجانب الحزين بقى. صحيح. عشقك للاله عامل ازاي يعني؟ هو عشق كمان ده فرق عندي من وانا صغير. تمام. وانا في ابتدائي حابب الحاجه دي، بس ما درستهاش وانا في ابتدائي. كنت غاوي موسيقى وانا صغير، والموهبه كانت عندي فاهلي اكتشفوها. حتى وانا كنت في المدرسه كنت عضو في فرقه الموسيقى بتاعت المدرسه، وكنت بعمل معاهم حاجات وكده لحد ما دخلت معهد. فكان اختيار ان انا اتعلم اله الكمانجه، كنت حابب الاله دي جدا. اولا لان صوتها حساس جدا، وبتقدر انك تعبر بيها عن كل اللي انت عايز تقوله. المزيكا لغه كلام، فالمزيكا نفسها بتتفهم للعالم كله، مش محتاج انك تتكلم. فلقيت ان الكمانجه هي اللي ممكن تعبر عن ده، عن الاحساس، كل اللي عايز اقوله بيتقال. فالكمانجه لا انا لسه كنت هقوله. طب ما نفس الكلام برضو، اي اله موسيقيه ممكن تعبر على الايقاع ولا ده بالذات؟ صحيح، بس اله الكمانجه بالذات ليها طبع خاص. تمام. عن اي الات الوتريه تحديدا، يعني زي ما محمد بيقول اللي هي النبره الحزينه او كده. النبره الحزينه والشجن بتاع اللحن، الموضوع برضو على الموسيقى اللي بتتعمل. طبعا. بس هو التعبير بالكمانجه وبالات الوتريه عموما بيديها جمال اكتر. استاذ مصطفى، وطبعا كلها ليها جمالها اكيد، بس الوتريات بيبقى موضوع تاني خالص. الايقاع والشقاوه مع الاستاذ مصطفى، والضحك بقى والانبساط بقى. استخدام كنت في الاول لقاعده تنبو الحياه. ما ينفعش نمشي من غيره. هو بقى الحاجة الحلوة اللي بتفرحنا. أكيد طبعا. طب نسمع حاجة من مؤمن بقى عشان نسمع الإيقاع مع الكمان هنسمع إيه مؤمن؟ ممكن يقول يا وحشني. يا وحشني. الاسئله تاني، العشر اسئله نرمين هتقول لنا العشر اسئله، وركزوا جدا، والاسئله اللي هتسالها هتحضروا الاجابات بالترتيب وتبعتوها على الميل اللي بيظهر قدامنا على الشاشه. يعني انت عايز كام فايز يا محمد؟ لا، كل الناس هتبعت، كل الناس اللي بيسمعونا هيبعتوا، وعشرة بس اللي هيكسب. العشرة هنتصل بيهم بالتليفون، هيئه تنشيط السياحه هتتصل بيهم بالتليفون، تحدد لهم الميعاد، ميعاد الرحله في شهر 2 ان شاء الله، او في 3 يعني، في 2 في 3
الأقصر وأسوان، نايل كروز، يبقى كل حاجة مجانية. طب كل اللي علينا بس إن احنا نجاوب ونبعت، ولما نتصل بيك نقول لك ألف مبروك أنت كسبت، هتطلع معانا الرحلة. كل اللي عليك بس مكالمتك يا محمد تقول لي مبروك. بس أنا عايزة حاجة دلوقتي أفهم بس. دلوقتي هم 10 أسئلة و10 أشخاص. قرعة. طيب كل واحد يجاوب على سؤال ولا لازم ان انا اجاوب على 10؟ 10 اسئله. طب افرض ان انا جاوبت على 8، انا بره يعني بره. لازم ال 10. انت مصعبها قوي يا محمد. قول ال 10 اسئله بوضوح اكتر. أيوة. نفسي يبقوا واضحين عشان مفيش حد يقع منه سؤال. ماشي. اول سؤال، اين توجد السبع سوائل؟ سهل. اين توجد السبع سوائل؟ السؤال الثاني، اين يوجد معبد ابو سمبل؟ اين يوجد معبد ابو سمبل؟ ثالث سؤال، أشهر المعالم بمحافظة سوهاج؟ أشهر المعالم بمحافظة سوهاج. رابع سؤال، في أي محافظة توجد مرسى علم؟ في أي محافظة توجد مرسى علم؟ خامس سؤال، أين يوجد معبد حتحور؟ أين يوجد معبد حتحور؟ سادس سؤال، أشهر واحة تعتبر من الواحات الجديدة من القرب من محافظة مطروح؟ هقوله تاني. سادس سؤال، أشهر واحة تعتبر من الواحات الجديدة من القرب من محافظة مطروح. أغشش كوديس واحد سيوة كمان. في سؤال من 10 أنا مش عارفة أخدك برة أقول لك إيه. إحنا قلنا ستة تجاوب على السادس. أيوة. السابع بقى، من عجائب الدنيا السبعة القديمة عجيبة موجودة في مصر، ما هو اسمها وفي محافظة إيه؟ وفي محافظة إيه؟ سابع سؤال، من عجائب الدنيا السبعة القديمة عجيبة موجودة في مصر، ما هو اسمها وفي محافظة إيه في مصر؟ تامن سؤال، مدينة ساحلية يطلق عليها مدينة السلام. مدينة ساحلية يطلق عليها مدينة السلام. هنبعت على الميل اللي بيظهر حالا بيظهر معانا على طول. كمل. تاسع سؤال، ما هي اسم أعلى قمة جبلية في مصر؟ ما هي اسم أعلى قمة جبلية في مصر؟ عاشر سؤال والأخير، أين يوجد معبد الدير البحري؟ بصوا أصدقائي، يوجد معبد الدير البحري. هنجمع الأسئلة، هنبعت العشر إجابات، هتبعت الاسم، اسمك، رباعي، رقم تليفونك والعنوان. تمام؟ ده بالنسبة لنا. السؤال بتاعك أنت النهاردة بقى اللي أنت عاملاه مفاجأة. إحنا عاملين، أنا عاملة جايزة. جايزة النهاردة. من الصالون عندي. صالون اسمه إيه؟ لامور. لامور. مصر الجديدة. في مصر الجديدة. مصر الجديدة. أستناكوا طبعًا، أكيد في هدايا هناك كتير. بس في سؤال انا عاملاه وليه هديه الحلقه الجايه. جايزتين. الجايزه الاولى انا هقول الجوائز وانت تقولي السؤال. اتفضل. الجايزه الاولى منتجات للعنايه بالشعر مقدماها نرمين، والجايزه الثانيه 250 جنيه لفايز من الفايزين. السؤال بيقول، هو انا قلته في نص الحلقه يعني الاجابه يعني. الاجابه انا قلتها في نص الحلقه. السؤال بيقول، قولي لي ثلاث حاجات تقدري تحافظي بيهم على شعرك. ثلاث حاجات تقدري تحافظي بيهم على شعرك. طيب اصدقائي، احنا النهارده كده الحلقه جريت بسرعه. انا بشكرك يا عبير. بشكرك يا محمد، كل سنه وانت طيب. وبشكرك يا نرمين. كل سنه طيبين. اصدقائي احنا هنقفل واحنا بنسمع مؤمن هيسمعنا حاجه، وعايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب سنه 21 تبقى سنه سعيده علينا كلنا. نسمع بقى مؤمن بيقول لنا ايه بقى. نقول امتى الزمان. يلا يا مؤمن. على الشارع